الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة المنتجات المستوردة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوجه أيضا بتدليل أي عقبات قد تواجه عمل شركة إيني في مصر. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق وانطلاق المرحلة الثانية الثلاثاء المقبل. وزيرة الصحة تتابع استعدادات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وتحليل البي سي آر شرط دخول البلاد. خطط لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، ومنظومة جديدة لتطوير القطن في 4 محافظات. جولة جديدة من جولات اليوم، أهلا بحضراتكم. النهاردة يوم مهم جدا لكل الطلبة اللي كانوا بيقدموا في التنسيق في مرحلته الأولى. النهاردة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى. لفت النظر أنه كليات الطب بالشعبة العلمية استقرت حدودها بالطب البشري عند 4.4 درجة بنسبة 98.53%. كليات طب الأسنان ل 98.41%. الصيدلة 98%. العلاج الطبيعي 97.9%. دي أبرز الأرقام اللي صدرت أو النتائج أو المجاميع اللي هتدخل في هذه الكليات وأبرز تنسيق المرحلة الأولى. وزير التعليم العالي اتكلم على انه عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% من الشعبة العلمية هم حوالي 30% من اجمالي الناجحين مقارنة بالعام اللي فات، وده ادى لارتفاع طفيف في الحد الادنى هذا العام. اعلن كمان ان المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات هتبدأ يوم الثلاث الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 ايام بحد ادنى 77.4% بالنسبة للشعب العلمية، وإن الحد الأدنى للشعب الأدبية هو 67.8%. الرئيس السيسي كان عنده لقاءين واجتماعين مهمين جدا، والاجتماعين ليهم علاقة بالجوانب الاقتصادية. الاجتماع الأول كان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول لمتابعة نشاط الشركة في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر. رئيس أشاد بالتعاون المثمر مع الشركة، أعرب عن دعمه المستمر للشركة في أنها تتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام اللي بتوليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي. ووجه بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتدليل أي عقبات قد تواجهها. الاجتماع الثاني كان مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا الاجتماع كان مهم لأنه كان بيركز على نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وضرورة أنه يتم فيها توطين الصناعة للمنتجات المستوردة كأولوية. طول الوقت بنتكلم على أن احنا عايزين يكون عندنا زي الدول الأوروبية والدول الأخرى منطقة يكون فيها توطين للصناعات الأخرى والصناعات الأجنبية. فأعتقد أنه هذه الخطوة هتكون أو هذا التوجيه هيكون في هذا الطريق، منح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات اللي بيتم حاليا استيرادها من الخارج بهدف تخفيض حجم الاستيراد، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على هذه الاحتياجات، فضلا على استشراف فرص تعظيم الاستيراد. اجتماعين لهم علاقة زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية بالجانب الاقتصادي بشكل بحت. أما في الأقصر النهاردة كانت الدكتورة هالة زايد موجودة وزيرة الصحة علشان تتابع الاستعدادات النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، رجعت الإجراءات واللي بيقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر للتصدي لكورونا، وشددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة تحليل البي سي آر. احنا معنا هاتفيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد مساء الخير، وخليني أسأل حضرتك عن حجم ما تم إنجازه في هذا الملف، ملف التأمين الصحي في محافظة الأقصر. يعني سليم، في البداية أهلا بحضرتك أستاذ سارة. في البداية طبعا احنا موجودين بالآن في محافظة الأقصر. السيدة الوزيرة فور وصولها المحافظة من حوالي 3 ساعات بدأت بتفقد الحجر الصحي في مطار الأقصر الدولي، ورجعت الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وده الحقيقة بيتم في كل المطارات والمواني وفي إطار توجيهات السيد الرئيس المستمرة بالاستمرار في الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاستمرار في اتباعها. يعني تقوم الوزارة بتشديد متابعة الإجراءات في كافة المطارات والمواني، وإحنا إن شاء الله من المقرر عودة السياحة الخارجية لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال أيام مطلع الشهر القادم بإذن الله، وبالتالي بيتم متابعة جميع الاستعدادات لاستقبال السائحين. طبعا إحدى شروط الدخول الحصول على شهادة البي سي آر أن تكون سلبية للقادم من الخارج. كل هذه الإجراءات متبعة، والحقيقة السيدة الوزيرة أشادت بجهود الفرق الحجر الصحي والفرق الوقائية في كافة المطارات والمواني اللي بتعمل على تنفيذ تلك الشروط. الحاجة الثانية السيدة الوزيرة استمرت، وده السبب الرئيسي للزيارة، وهو تفقد الاستعدادات النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي. هيبدأ امتى يا فندم؟ في الأقصر إن شاء الله يعني خلال وقت قليل جدا هيتم تدشينه رسميا. زي ما قلت لحضرتك احنا في الاستعدادات النهائية. السيدة الوزيرة اليوم تفقدت عدد من الوحدات الصحية اللي بنسميها وحدات الجيل الثاني، وحدات ومراكز طب الصحه بالاقصر بنسميها من الجيل الثاني، ودي بتعتبر اكثر تطورا من وحدات الجيل الاول اللي زي اللي تم تطبيقها في محافظه بورسعيد. يمكن السيده الوزيره بدات بوحده صحه الحبيل وكملت للوحدات الاخرى، وحده صحه قلعة عثمان، وحده صحه القرنه، مستشفى القرنه، وحده صحه البعيرات، وما زلنا مستمرين في الجوله التفقديه في محافظه الاقصر، والجوله ان شاء الله تستمر لمده يومين، وغدا يشهد ايضا تفقد الوزيره لباقي المستشفيات والوحدات. خليني يعني ادي لحضرتك او اطمن حضرتك على ما توصلنا اليه او مستوى الخدمه الطبيه. ان شاء الله من المقرر ان يتم تقديمه في محافظه الاقصر من خلال التامين الصحي. يمكن هنا الوحدات الصحيه والمستشفيات بتشهد تطور كبير. عندنا على سبيل المثال احدى الوحدات الصحيه، وحده صحه الحبيل، دي احدى وحدات الجيل الثاني، دي بتدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بتدعم تطبيقات تقييم الاسقم الطبيه والاداريه من خلال متلقي الخدمه، ودي بواسطه ماكينات استطلاع راي متطوره. في ايضا في كل وحده في صيدليه هي فيها نظام مميكن بيبقى مربوط بارصده الوحده الاحتياطيه لتعويض اي نقص في الادويه. خليني اقول لحضرتك انه كل الوحده دي بتبلغ، يعني الوحده مثلا زي وحده صحه الحبيل يمكن المبلغ المالي التطوير حوالي 15 مليون جنيه او اكثر، بتخدم اكثر من 23000 مواطن. محافظه الاقصر بشكل عام فيها حوالي 1,200,000 نسمه. تم تشكيل وفتح ملفات طب اسره ل 801,000 حتى الان قبل التجهيز
التدريبي عن نسبه تتجاوز 57%. نعم. فده انجاز كبير. نعم. المنظومه بتعمل بتمتاز المنظومه هنا بانها الوحدات الصحيه جميعها تم ربطها بالمستشفيات وايضا مربوطه بالمركز الاقليمي. نعم. جنوب الصعيد والمركز الرئيسي في القاهره، وان شاء الله نطلع حضرتك في الساعات القادمه على المستجدات بشأن الوحدات الصحيه والمستشفيات والمنظومه بالكامل في محافظه. نعم. الاطفال. بشكر حضرتك دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، بشكر حضرتك انك يعني امدتنا بكل هذه المعلومات عن المرحله الثانيه من التامين الصحي واللي هتبقى الاقصر من ضمنها، ويعني كانت النهارده زي ما قلنا الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه في وزيره لمتابعه الاستعدادات لهذه المرحله. طيب من امبارح يعني واحنا بنتصفح السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي في صور كتير بتبين محور المحموديه قبل وبعد، تطور كبير اللي حصل في المحور. ادي الصوره قدامنا، ناس كتير يعني كل الناس تقريبا، يعني لو حضرتك بتمسك هتلاقي الصوره دي من ضمن اكتر الصور المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. مش بس كده، لو حضرتك جيت تكتب على جوجل محور المحموديه هتلاقي المحرك البحث بيكمل لك قبل وبعد، وعلى ما يبدو ان الصوره دي تم البحث عليها بشكل كبير. احنا معانا اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ ساره، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. خليني اسال حضرتك، لو المشاهد ما شافش محور المحموديه غير من خلال الصورتين دول، كم الانجاز الذي تم علشان نوصل من قبل لبعد؟ والله يعني الصورتين معبرين الحقيقه، وواضح جدا مدى التغيير والتطور اللي حصل بالنسبه لتركه المحموديه. خليني اقول لك في البدايه ان احنا يعني اسكندريه كان امبارح يوم عيد بالحياه بتشريف زياره سياده الرئيس وافتتاحه العديد من المشاريع، وكان واعظمها مشروع تطوير المحموديه. وخليني اقول برضو ان مشروع تطوير محور المحموديه يعتبر المشروع الاكبر والاعظم بالنسبه لاسكندريه خلال عشرات السنوات الاخيره. الحقيقه مع النمو السكاني في الفتره الاخيره وكان الوضع في اسكندريه ما يستوعبش الكثافات المروريه اللي موجوده. تعداد سكان اسكندريه 5.4 مليون، ده غير من 1.5 مليون ل 2 مليون ضيوف يوميا عندنا خلال فتره الصيف. كان الحقيقه اسكندريه في طريقين متوازيين مع البحر، هما الشوارع الرئيسيه لمحافظه اسكندريه، هما الكورنيش وطريق الحريه. فكره محور المحموديه كانت ان يتعمل طريق ثالث موازي للطريقين دول، وفي محاور عرضيه يعني بينهم وتفصل بين هذه المحاور او موصله لهذه الثلاث محاور الكبيره. محور محموديه كان بطوله 22 كيلو متر تقريبا، وبيتكلف حوالي 5.5 مليار جنيه. الحقيقه المهم جدا اللي احنا عاوزين نعرفه للناس ان محور المحموديه مش مجرد ناقل للحركه المروريه من غرب المدينه لشرق المدينه، لا، ده مجرد ده محور تنموي. بمعنى ان انا عندي في المحور ده 14 منطقه تنمويه. المنطقه التنمويه اللي على المحور دي عباره عن بتبقى عن مدرسه ابتدائي ومدرسه اعدادي، مسجد، كنيسه، صالات جيم، مولات، نقاط شرطه، حمايه مدنيه، اسعاف، بريد، تموين. فده طبعا يعتبر تطوير للمنطقه كلها على مساحه 22 كيلو. الحقيقه طيب كنت عايز اسال حضرتك من خلال يعني رد الفعل بقى، يعني واحنا بنتابع على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الناس بنشر هذه الصوره، كان يعني حضرتك شفتها ازاي او تابعتها ازاي؟ استاذ ساره، لما يكون حضرتك باخد الطريق من غرب المدينه لشرق المدينه في ساعه ونص، ودلوقتي باخده في 10 دقائق باقصى سرعه، ده تعرفي مدى سعاده الناس في اسكندريه والضيوف المترددين على اسكندريه بهذا المحور العظيم اللي هو جه عشان يفتح، يعني هم بيسموه شريان الامل، وانا كمحافظ والله بسميه شريان الحياه لاهل اسكندريه. فده بقى لما تعرفي بقى الفرق الزمني واللي بنوفره بالنسبه لاستخدام السيارات والبنزين والكلام ده كله،
تعرفي مدى سعادة الناس، شايفة الطريق زي ما الصورة جاية في عند حضرتك، العمارات دي كلها اللي كانت بتطل على ترعة مليانة قاذورات وكمامة، وبقت بتطل على الشارع الجميل ده، الناس كلها سعيدة. وده بيخلينا ايه، احنا سعداء بسعادة الناس، واحنا سعداء ان احنا عملنا حاجة اهل اسكندرية بيفتخروا بيها ويفتخروا بلدهم، عشان نرتقي باسكندرية وتكون على قدر حب اهلها لها. انا بشكر حضرتك اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، شكرا لوجود حضرتك معانا. يعني زي ما كنا بنقول، الصورة هي اللي بتتكلم، والصورة هي اللي فرضت نفسها حتى على الاخبار من امبارح، لدرجة ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا مهتمين جدا بان هم يتابعوا الصورة دي ويعملوا لها يعني إعادة يعني نشر، علشان خاطر الناس تتفرج عليها وتفرح بهذا الإنجاز. وإحنا بنتكلم في نفس السياق، النهاردة دار الإفتاء المصرية قالت إن بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون أو بمخالفته هو أمر غير جائز شرعا، أكدت أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعة لاستباحة ما حوله من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها. دار الإفتاء اتكلمت على أن الأراضي الزراعية هي عماد الاقتصاد المصري، والبناء وعليها البناء عليها بيعد إهدار واضح للثروة الزراعية في مصر، لأن الخبراء أكدوا أن مصر بحاجة إلى زيادة المساحة الزراعية إلى الضعف حتى تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. فده كان يعني بيان مهم جدا من دار الإفتاء بخصوص هذا الشأن. أما وزارة الإسكان النهاردة فأعلنت خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه للحفاظ على هذا المورد المهم. معانا الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا يعني سريعا نعرف الناس ما هي هذه الخطة. الخطة اللي بنتكلم عليها يا فندم في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي هي ليها عدة محاور. المحور الأول بنتكلم على إضافة مصادر بديلة لمياه الشرب، ولما بنتكلم على إضافة مصادر بديلة مش معناها ان احنا هنستغنى عن مياه النيل، ولكن احنا بننوع المصادر بتاعتنا، لان في ظل التطور العمراني اللي حاصل والتنمية اللي حاصلة في الدولة حاليا، احنا احتياجاتنا المائية بتزيد سنويا. في الجزء ده بنتكلم على محطات تحلية، احنا عاملين خطة استراتيجية لمحطات التحلية والتوسع فيها. الخطة دي يا فندم عشان تغطي الفترة من سنة 2020 حتى سنة 2050. عايز اقول لحضرتك احنا بنخطط لتلاتين سنة قدام في محطات التحلية، ومقسمينها لحوالي ست خطط خمسية. كل خطة بتتكلم على خمس سنين. فلو قلت لحضرتك مثلا الخطة الخمسية الاولى، احنا بنستهدف في هذه الخطة تقريبا بنتكلم على 1.5 مليون متر مكعب يوم يضاف لمحطات التحلية اللي موجودة عندنا بتكلفة تقرب من 31 مليار جنيه. ولما بنتكلم على 1.5 مليون متر مكعب يوم، عشان نحس بالرقم ده اقول لحضرتك خلال الست سنين اللي فاتوا، احنا سنة 2014 كان اجمالي طاقات التحلية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية لا تتعدى 80 ألف. النهاردة وأنا بتكلم مع حضرتك إحنا زودنا 80 ألف دي 10 أضعاف، وصلناها النهاردة بننتج 800 ألف متر مكعب يوم مياه محلاة، وحاليا جاري تنفيذ 19 مشروع في المحافظات الساحلية بطاقة 550 ألف كمان، يعني هنوصل 1.3 مليون. أعتقد أن ده موضوع محتاج أن إحنا يعني حضرتك تكون موجود معنا في الاستوديو ونتكلم عنه باستفاضة أكتر، علشان نعرف كل هذه الجوانب والمحاور اللي بتقوم بيها وزارة الإسكان. بشكر حضرتك دكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية. خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نكمل الحوار. من أولويات الدولة في هذه المرحلة هو تطوير منظومة القطن للحفاظ عليه، إعادة مكانته للسوق العالمية. طول الوقت كنا بنتكلم إن إحنا كنا في المرتبة الأولى في القطن في العالم، عايزين نرجع لهذه المرتبة. خلونا نتكلم مع دكتور عزة
أباري مدير منظومة تجارة القطن الجديدة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني أسأل حضرتك بداية عن النظام الجديد المتبع لتطوير هذه المنظومة. أولا أشكرك على الاستضافة عشان أوضح المنظومة دي ليه، إحنا عملنا المنظومة دي ليه، وأتمنى قوي أن يكون أهلنا المزارعين سمعين الكلام ده عشان يعرفوا أن الموضوع ده خاص بيهم هم. إحنا أولا الأول كان القطن في طبقة اسمها الجلابين بتروح للمزارع البيت، أنا هاخد منك عم الحاج الإنطار بألفين جنيه، هو لا عارف هو بألفين جنيه ولا بتلات آلاف جنيه ولا عارف حاجة، فبيدهوله فأصبح إيه، هو ما عندهوش دراية بالسوق كام. المنظومة دي بقى قصدها إن أنا أحقق هدفين. أول هدف الحفاظ على القطن، يعني بصراحة كان زمان القطن المصري ده كلنا طبينا على كده، مظبوط، اللي كان سمعته يعني قطن يابسة بلوزة قطن مصري يعني شيء فلان. طبعا دي اتهزت كتير في السوق العالمي نتيجة ايه؟ نتيجة التلوث، نتيجة عدم تداول القطن بطريقة سليمة، المزارع نفسه مش عارف ياخد الأجر العادل لزراعته وتعبه، يعني زراعة القطن دي بتقعد ست شهور في الأرض، فبيحس إن هو بيتعب وفي الآخر مش بياخد حقه. فالمنظومة دي بتقول له لأ، أنت هتاخد حقك معانا. المنظومة دي هدفها إيه؟ إن أنا هنعمل مجمعات للمراكز تجميع للأقطان، بنقول لكل محافظة من المحافظات اللي هيتم بيها فيها التجميع، احنا هنعمل في 4 محافظات محافظة الفيوم وفيها 9 مراكز لتجميع القطن، محافظة بني سويف وفيها 7 لتجميع القطن، محافظة الشرقية وفيها 15 مركز لتجميع القطن، البحيرة وفيها 19 مركز. على اي اساس اخترتوا هذه المحافظات؟ احنا اخترنا المراكز دي طبقا للمساحات المنزرعة بالمراكز الادارية كله جوه كل محافظة بالاتفاق وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، يعني هي أدرى بالمراكز الإدارية كل كمية فيها قد إيه مساحة منزرعة، المكان اللي إحنا اخترناه بعده عن الأراضي المنزرعة قد إيه، فإحنا أخدنا المراكز بالاتفاق مع وزارة الزراعة وجهزناها، وهندي الفلاح كيس والدبارة القطنية. إيه الهدف إن أنا هديله كيس ودبارة قطنية؟ يعني واحد يقول لك طب ما يجيب كيس، لا انا بديله كيس جديد بسعر التكلفه، بديله دباره قطنيه اللي هي اساسا سبب تلوث القطن، لان يعني فلاح كان بيعبي في كيس وبعدين يخيط بخياطه زيزال، دي كانت خطيره جدا لما بتتقص وتدخل جوه القطن، يعني كانت فدي من اهم الاليات اللي حضراتكم هتتبعوها. طيب ده يخلينا نسال عشان نطمن برضو الفلاحين، ايه اللي يخليني اضمن انا كفلاح ان انا فعلا هيوصل لي الربح اللي انا مستنيه بعد هذه التطويرات اللي حصلت؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا وضعنا سعر اساس للمزاد، انت عارفه حضرتك ان احنا هنعمل مزاد كل يوم طبقا لتسعيره معينه تم الاتفاق عليها في اللجنه الوزاريه المشكله لهذا الموضوع، وزاره التجاره، وزارة الزراعة، وزارة قطاع الأعمال. هل دي حاجة هتكون شبيهة باللي كنا بنسمعه زمان عن فكرة بورصة القطن؟ أوكي، هي كده. أنت تقدر تقول لحضرتك إن هي كده. إن إحنا أخدنا طبقاً للسوق العالمي وطبقاً للسعر اللي في السوق. غير كده كمان، ده أنت يا فلاح هتجيب قطنك وهيتعامل عليه المزاد قدامك، قدام عينك يعني. محدش هيقول لك هات القطن وإحنا عملناه طلع المزاد ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، لا ده انت قطنك هتبقى واقف وهو بيتعامل عليه المزاد ويتعامل عليه المزايده، يعني احنا بنحط سعر اساس بس. يعني سي احنا هنفتح مثلا ب 2000 سي، يعني في شركه هتدخل تقول لك لا ب 2010 2020 هيبدا يتم التزايد على قطنك قدامك، يعني انت هتحس ان انت بتاخد السعر اللي هيطلع عليه او اللي هيرسي في الاخر على المزاد. يعني مش ثابت، مش فكره ثابته مثلا طول الموسم او حاجه بالشكل ده، ممكن النهارده سعر وبكره سعر. يعني هو زي ما حضرتك اشرتي انه هيكون زي البورصه، هي بورصه فعلا، يعني طبقا للاسعار العالميه. طيب ده هيبدا تطبيق هذه المنظومه امتى؟ ان شاء الله محافظه الفيوم وبني سويف احنا فتحنا فعلا مراكز
ووزعنا اكياس، جت مزارعين اخذت اكياس، ومن 1/9 ان شاء الله هنستقبل الاقطار بتاعت الفلاحين. فهيدخل القطن، طول ما هيدخل هنوزنه، هتيجي هيئه التحكيم واختبارات هو بالشكل الجديد بقى اللي هو ده النظام. هو انا هستقبل منه القطن اللي اتعبى في الكياس بتاعتي واتخيط بالضباره، هتيجي هيئه التحكيم هتفرز القطن. طول ما فرزت قطن احنا هنعمل رسائل صغيره، كل 100 كيس رساله. ليه؟ عشان ادي فرصه للتجار الصغيره ان هي تقدر تدخل تشتري كميه. يعني مش هعمل بقى 200 كيس قيمتها مليون او 2 مليون، عشان لو في تاجر صغير يقدر يدخل ويعمل. طب ما كملت الرساله 100 كيس، بنعلن تاني يوم ان هيتم المزاد، بنعلن التجار المشتركين في لجنه تنظيم تجاره قطن في الداخل، بنقول لهم بكره في مزاد في المناطق والمراكز التجميع سيروس. السعر هنعلن السعر تاني يوم، السعر النهارده كذا لرتبه جود وربع وتصافي كذا. طبعا على فكره النظام ده بيدي ميزه او حافز للفلاح، ان كل ما يهتم بالقطن بتاعه كل ما ياخد سعر افضل. يعني كل ما الرتبه بتاعته قطن، فبالتالي الضمانه هو هيبقى من منتجه، هو منتجه هو اللي هيديله بالظبط الضمانات. كل ما اهتميت بقطنك هتاخد في الرتبه سعر، وفي معدل التصافي سعر، وهتبقى يعني ان شاء الله سنه خير ان شاء الله. سنه كده زي ما كنا زمان بيغنوا كده للقطن وللقمح، فهنرجع تاني نغني ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور عزه اباري، مديره منظومه تجاره القطن الجديده، شكرا لوجود حضرتك معانا. هنتابع مع حضرتك برضو النظام الجديد وايه اللي حصل ونتابعه في الفتره القادمه. شكرا لوجود حضرتك معانا. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير عن ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، اللي يعني بنفضل حتى هذه اللحظة فخورين بنوبل العرب نجيب محفوظ، يعني فخر نوبل وفخر مصر وفخر العرب وفخر كمان الغرب. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير. لم يكن في مخيلة الأديب العالمي المولود في حي الجمالية بالقاهرة عام 1911 أنه سيظل لعقود الأديب العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل، بعد أن أبدع في تصوير الحارة المصرية لتصبح رواياته أشبه بدفتر صور يحكي لنا بتسلسل مشوق قصة تلك الحارة وشكل العلاقات الممتدة بين أبنائها وأسرها، كونها نموذجا مصغرا للمجتمع المصري ككل. في حياة الأديب العالمي محطات لا يمكن للباحث في سيرته الذاتية أن يتجاهلها، من أبرزها تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة اعترف منفذها بعدم قدرته على القراءة والكتابة، بل أنه أخطأ في ذكر اسم الأديب خلال التحقيقات. الأديب الذي ترجمت رواياته لعشرات اللغات لتقرأ في شتى بقاع الدنيا، لكن الشارع في قتله لم يقرأ رواياته فقط، بل إنه لم يقرأ قط. أولاد حارتنا ورمزيتها كانت محل تشابك جدلي طويل امتد حتى بعد رحيل نجيب محفوظ، رغم أنه فكك هذا التشابك وأمط لثام عن تلك الرمزية، نافيا كل الشكوك التي أحاطت بتلك الرواية. اللي صح الناس جايزة نوبل إن بعض أعدائي قالوا ده ما خدش الجايزة غير عشان ولاد حرام، وما ادهولوش غير لأنها بتدي ضد الإسلام، مع إن قرار نوبل اتنشر في الجرايد ونوه بالقصص اللي عجبته، واخر حاجه كتبها في اشاره عابره اولاد حارتنا. رحل نجيب محفوظ في اغسطس من عام 2006 عن عمر ناهز 95 عاما، تاركا اثرا حق لمصر وللمصريين ان يفخروا به. اقمت حياتي في الدنيا على اساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت.